قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. إن للعلم لذة لا يعرفها إلا من كابده واشتغل به، وإن من العلوم التي ينشغل بها طلبة العلم بتمييز صحيح الحديث من ضعيفه علم المصطلح الذي نشتغل به في كتابنا هذا، وإن كتابنا هذا الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لهو العمدة في البداية بهذا الفن منذ يعني عقود كثيرة وربما قرون، وفيه من البركة ما يعرفه من درسه ودرسه، وإن كان ترتيبه ليس بهذا السهل واستطراداته تختلف عما سبق ودرسته في الكتاب المختصر. ومن طبيعة طالب العلم يتدرج على هذا النحو. وقد تقدم معنا أهم ما في هذا الباب أو أهم ما في هذا الفن، مع أننا ما زلنا في بداية الكتاب، وكل ما يأتي إنما هو تفريع على هذا الذي أخذناه على قلته، فهو كثير على قلته. أن تعرف الحديث المقبول بصنفيه الصحيح والحسن، وما سوى ذلك فهو بقية الأنواع التي يمكن أن تأتي. تقدم معنا النوع الأول الحديث الصحيح، وقلنا إنه حديث متصل إسناده نقل العدل الضابط عن مثله، يعني عن العدل الضابط مثله إلى منتهى، يعني إلى آخر السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون شاذا ولا معلا، يعني من غير شذوذ ولا علة. وشرحنا هذا كله مرارا. الحديث الحسن وهو القسم الثاني من المقبول، قبل أن نعرفه لابد أن نقسمه إلى الحسن لذاته والحسن الغير. طيب، الحسن لذاته العدل الضابط الذي خف ضبطه، نعم، عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ. إذن الحديث الحسن لذاته هو نفس تعريف الحديث الصحيح مع خفة الضبط، فمن كان ضبطه عاليا هذا في أعلى الدرجات، هذا حديثه صحيح، ومن خف ضبطه لكنه عدل وضابط لكن ليس ضبط كضبط فهذا يصبح حسنا لذاته. وأما النوع الثاني اللي هو النوع الثاني من الحسن، حسن لغير، وهو الحديث الذي فيه ضعف يسير ينجبر. كيف ينجبر؟ بالشواهد والمتابعات، يعني ينجبر بتعدد الطرق. فإذا جاء حديث فيه ضعف يسير، ماذا نقصد بأن فيه ضعفا يسيرا؟ نحترز عن ماذا جماعة البصين في الكتب؟ نحترز عن لماذا نقول ضعف يسير؟ نقول ضعف ونسكت، لأن من الضعف ما لا ينجبر. هب أن فيه كذابا أو وضاعا هذا ضعف ولا ينجبر. وإذا جاء الحديث من أكثر من طريق وفي كل طريق منها كذاب أو وضاع لم يزدد الحديث إلا ضعفا، لكن إذا كان فيه ضعف ينجبر، وهو الضعف الذي يقبل
يعني أن يتحسن بتعدد الطرق، كأن يكون الضعف من جهة أن الراوي عدل لكنه يعني سيء الحفظ مثلا، لكنه يعني يعرض له الخلط أو النسيان في بعض، لكن فيه انقطاع كأن يعني يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الصحابي، الحديث المرسل وسيأتي، فيأتي مرسل آخر مع هذا المرسل، فهذا الضعف الذي ينجبر يصير به الحديث حسنا لغير. طيب لو أن الحديث الحسن لذاته جاء من رواية أخرى يتقوى ولا ما يتقوى؟ يتقوى، وحينئذ يصبح صحيحا لغيره، ليس صحيحا لذاته، الصحيح لذاته لابد نقل العدل الضابط، لكن الحسن لذاته الأخف ضبطا. طيب حسن لذاته مع حسن لذاته، أخف ضبطا مع أخف ضبطا، يعطينا صحيح لغيره. نعم، إذن هذا وجه العلماء وأن المحدثين ينشغلون بكثرة الروايات، لأن الروايات تفيد، ولهذا يعني قد يكون عند المحدث الحديث يعني 20 حديثا و50 حديثا، بمعنى أن الحديث واحد لكن له أسانيد كثيرة، هذه الأسانيد ينظر فيها، يحتاج إليها، إن كان فيها ضعف ينظر في الشواهد والمتابعات حتى ينجبر، يحتاج إليها حتى في الحسن لذاته حتى يصير صحيحا لغيره، يحتاج إليها في الصحيح ولما يحتاج، يحتاج تزيده قوة، وقد تصل به إلى التواتر إذا رواه يعني جمع يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب. إحنا أين وصلنا في الحسن؟ إذن أخذنا يعني تعريف الحسن، ومر معنا تعريف الخطابي، ويعني تعريف الحاكم، وأنزلهما ابن الصلاح على تعريف الخطابي، أنزله على الحسن لذاته، تعريف الترمذي أنزله على الحسن لغيره، ثم قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الترمذي أصل في الحديث الحسن. قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث. هذه العناوين من وضع الشيخ أحمد شاكر صاحب الباعث الحثيث. قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نبأ بذكره ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني. نعم، الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهذا صحيح، لأن الترمذي لمن قرأه يكثر من قول هذا حديث حسن صحيح، وقد يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قد يقول حسن يعني غريب، يكثر من هذه المصطلحات المتعلقة بالحديث الحسن، لكن ينبغي هنا مراعاة اختلاف النسخ، نسخ الترمذي خاصة في هذه الألفاظ، إذا قال حسن صحيح أو حسن غريب أو نحو ذلك، ينبغي على طالب العلم أن يراجع هذه النسخ وأن يقابلها، يقابل بعضها على بعض حتى يتأكد. وذكروا عن علي ابن المفضل شيخ المنذري نصحه لطالب العلم أن يبتدئ قراءة الحديث أو دراسة الحديث بقراءة الترمذي. لماذا؟ وجه ذلك أنه يعلمه الاصطلاحات، الترمذي يكثر من الاصطلاحات، يذكر الحديث وفي آخره وهذا حيث حسن صحيح، أو يقول وعلى هذا أكثر أهل العلم ويذكر منهم فلان وفلان ونحو ذلك، فهذه المصطلحات يعني تجعل طالب العلم بصيرا باصطلاح أهل الأصل، بخلاف الكتب الأخرى من الكتب الستة لا يروي الحديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني قل أن يشير بتعليق، لكن الترمذي يكثر في
في نهاية كل حديث أن يعني يقول هذا حسن صحيح، هذا غريب، هذا لا يعرف إلا من هذا الوجه، هذا يعني جرى عليه العمل عند عامة أهل العلم منهم فلان وفلان وفلان، ويذكر. فهذا كله يضيف إضافة إلى مجرد الحديث المسند، يعطيه يعني اصطلاحات وكيفية الاستنتاج، استنتاج الأحكام، ويعلمه أقوال أهل العلم، فإنه يذكر في آخر كثيرا ما يذكر في آخر كل باب. وبهذا يقول يعني مالك وسفيان وأحمد وقال فلان وفلان بالحديث الآخر، فهذا فيه فائدة من هذا الوجه. لكن الحقيقة أن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك، أكثر أهل العلم على أنه يبدأ بالبخاري، لأن البخاري جرد الصحيح، لا شك أن هذا هو الأولى، أن يبدأ بصحيح البخاري، لأن المبتدئ يحتاج يعني قليل التمييز، ويريد أن يأمن من الضعيف، وهذا هو موجود في البخاري. وأما في الترمذي فإنه لابد سيمر على بعض الأحاديث الضعيفة، لأن الترمذي وغيره من السنن من مظنة الصحيح، يعني مظن الغالب أن فيه أن ما فيه صحيح وفيه أيضا الضعيف. ولهذا ينصح جماهير أهل العلم بالبدء بالصحيحين. والذي ينبغي يعني كان سيبدأ بالشرح ونحو ذلك، يبدأ بصحيح مسلم، لأن شرحه سهل مبسط، شرح النووي سهل. طالب العلم المبتدئ، وأنا أنصحكم بهذا، ألا تكتفوا بمجرد ما نأخذه في المعهد. شغل المعهد هذا يعني تفاتيح، زي الدراسة يعني المدرسية والجامعية، من أراد أن يتخصص في بابه الذي درس وهو بحاجة إلى مزيد من الدراسة والبحث لا يتوقف. في واحد طبيب انتهى من كلية الطب وطاح في الناس من غير ما يكون عنده دايما مراجع ومتابع الأبحاث ويعني يحضر المؤتمرات، وإلا يعني هذا الذي أخذه لا يكفيه، وفقط يفتح له الطريق. وهكذا في كل فن، وهكذا في العلم. فأنا أنصحك أن تأخذ كتاب مسلم وشرحه للنووي، وشرح النووي سهل ومبسط، وهو قد أعده خصيصا لهذا الغرض. النووي جعل شرحه لصحيح مسلم لهذا الغرض، غرض الطالب المبتدئ، ولهذا يقول الفائدة ويكررها مرة واثنين وثلاثة واربعة، وسواء فائدة لغوية أو فائدة يعني أصولية أو يعني مصطلحية أو فقهية، وكأنه ولذلك إذا قرأته تستفيد وتفهم من غير أن تحتاج إلى شرح، مع يعني الحذر من بعض الأخطاء التي وقع فيها كتأويل الصفات ونحو ذلك. ومثلك درس الوسطية ودرس يعني فتح المجيد ودرس قبل ذلك، ما يجعله يقف على بعض الهنات والأخطاء فينجو منها ويسلم، وفي نفس الوقت يستفيد من شرح مسلم. بخلاف مثلا شرح ابن حجر للبخاري، فهو يعني شرح ماتع وفيه فوائد يعني كثيرة قل أن توجد في كتاب يعني غيره، لكن يحتاج إلى سبق يعني تأصيل وفهم حتى تستطيع أن تقطع معه هذا الشوط، لأن أشياء كثيرة تحتاج إلى خبرة علمية، والمبتدئ سيتيه في يعني أودية الفتح، لكن يستطيع أن يمشي وحده في شرح مسلم، فننصحك بهذا. فإذا قرأت مسلم بشرح النووي أمكانك بعد هذا أن تواصل، وسوف ترى لهذا إذا ختمته وانتهيت منه سوف ترى عونا كبيرا وتيسرا كثيرا لطرق العلم إن شاء الله تعالى. نعم. أبو داود من مضام الحديث الحسن، قال ابن مضام سند أبي داود، ومن عنه أنه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب، وقال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قلت ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن. نعم. لما تكلم على أن الترمذي أصل في معرفة الحسن أراد أن يمر على أهم كتب السنن، فذكر سنن أبي داود، قال ومن مظانه، من مظانه يعني من مظان الحديث الحسن، يكثر عند أبي داود ذكر الحديث الحسن. روينا عنه أنه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، قال هذا في رسالته
لأهل مكة، رسالة صغيرة مطبوعة لما صنف أبو داود السنن المشهورة، أرسل رسالة إلى أهل مكة لما سألوه ذكر لهم فيها طريقته في تصنيف الكتاب وشرطه في تصنيف الكتاب، فمما قاله فيها ما نقله الحافظ ابن كثير هنا، قال: ذكرت الصحيح وما يشبه ويقارب. وما الذي يشبه الصحيح ويقاربه؟ في القبول الحسن، كلاهما مقبول لكن هذا في أعلى درجات القبول وهذا أدنى، لكنه يشبه الصحيح في أنه مقبول ويقاربه في يعني صحة الإسناد وإن لم يصل إليه. وما كان فيه وهن شديد بينته، يعني إذا كان فيه وهن شديد في ضعف لا ينجبر بينته. وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، هذا يدلك على أنه قد يذكر يعني ما فيه وهن يعني ضعف ويسكت فهو صالح. ما معنى صالح؟ صالح يحتمل أنه صالح للاحتجاج كما قال الحافظ العراقي، يحتمل، ويحتمل وهذا الأولى أن يكون صالح لأعم من الاحتجاج، يعني صالح للاحتجاج أو صالح للمتابعة، صالح للاستشهاد، يعني أن يستشهد به فيعني يجبر ضعف حديث آخر. ويشهد لتفسيره يعني قول أبي داود نفسه: وما فيه من وهن شديد بينته. معنى هذا أن غير الشديد لا أبينه. إذن قول أبي داود: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، الصحيح حمله على أنه صالح يعني للاحتجاج كأن يكون حسنا، وصالح يعني الاعتضاد يعني للمتابعة والشواهد كأن يكون ضعيفا، لكن ضعفا ينجبر فيرتقي إلى الحسن لغيره. وبعضها أصح من بعض، وهذا معروف أن درجات الصحة يعني تتفاوت، ولهذا ليس الصحيح لذاته كالصحيح لغيره، وليس الصحيح لغيره كالحسن لذاته، وليس الحسن لذاته كالحسن لغيره. إذن هي درجات وبعضه أصح من بعض. قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه، يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. وهذا يعني العلماء يجتهدون في أن يختاروا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عندهم أصح ما عندهم، وهذا يعني هذا أمر لا بد أنه يحرص عليه كل عالم. ومع هذا قد يكون أصح الذي عرفه هو في أصله ضعيف، يعني لم يصله الحديث في باب من الأبواب من طريق صحيح أصلا، لكن وصله من طريق ضعيف، لكن ضعف ينجبر، وعنده طريق آخر ضعف لا ينجبر، فيختار ماذا؟ اختار الضعف الذي لا ينجبر، وهذا وسعه. قلت: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. وقد أحسن المصنف أنه قال ويروى عنه، لأنه هذا في الحقيقة لا يعرف يعني في أي كتاب قاله، لأن رسالة أبي داود لأهل مكة مطبوعة ومعروفة وليس فيها هذا القول، ولهذا يعني ساقه بصيغة التضعيف. يروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن، لأنه في الحقيقة ليس كذلك. قد يسكت عن الحديث ويكون حسنا، وقد يسكت عن الحديث ويعني يكون ضعيفا ضعفا ينجبر، وقد يسكت عنه ضعيف ضعف لا ينجبر. إذن كيف نعرف هذا؟ هذا لا نعرفه من الاصطلاح الذي قاله، لأنه لم يثبت عنه أنه قال هذا في رسالته لأهل مكة، وإنما نعرفه بدراسة الحديث. الصحيح في هذا أن ندرس كل حديث على حدة من خلال النظر في إسناده، وحينئذ ننتهي إلى ما تقتضيه الصناعة الحديثية، ولا نغتر بمجرد سكوت أبي داود عنه، إنه قد يسكت عنه وهو فعلا حسن، وقد يسكت عنه وليس بحسن. نعم. قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته احد فهو حسن عند ابي داود. نعم. كان ابن الصلاح اغتر بهذه الكلمه التي يروى انها قيلت عن ابي داود، وانا اريد ان تضبط يعني تربط العلم يعني بعضه ببعض. لاحظ ابن الصلاح زمان اخذنا انه كان يرى انه لا اجتهاد في الحديث،
زي عدم الاجتهاد في الفقه كده. يعني لابد أن ننقل كلام أهل العلم، وليس للمتأخر أن يجتهد فينظر في الروايات فيصحح حديثا يعني كان يقال عنه إنه ضعيف. وهذا قلنا أنه مذهب مرجوح وخالفه المصنف ابن كثير في هذا تماما كان الاجتهاد في الفقه. بعض الناس من الفقهاء قالوا بإغلاق باب الاجتهاد في الفقه، وأنه ليس على الناس إلا أن يقلدوا السابقين من الأئمة الأربعة وغيرهم، وهذا المعنى غلط. والقول بسد باب الاجتهاد في الفقه غلط، كيف هناك من مسائل جديدة لم يعرفها السابق. نفس القضية حتى في الحديث أيضا اختلفوا فيها، فمن أهل العلم من قال بعدم الاجتهاد وأننا نكتفي بكلام السابق، لأنه ما من حديث إلا مر عليه السابقون، وما من رجل من رجالات الحديث في الماضي إلا وتكلم فيه، وبالتالي إذا نحن نغلق الاجتهاد يعني. هذا أيضا مذهب ضعيف، والراجح أنه لا يقال ما ترك الأول للآخر، وإنما نقول كم ترك الأول للآخر. وقد يتصور أن السابق لم يقف إلا على رواية واحدة، خاصة مع عدم الطباعة وعدم يعني النهضة العلمية وتصنيف الكتب وتدوينها ونحو ذلك، فضعف الحديث. فجاء المتأخر فوقف على الكتب، ووقف على يعني المصنفات المختلفة، ووقف على ما لم يقف عليه الأول، فوجد أن هذا الذي ضعفه السابقون ضعفه ينجبر بروايات أخرى ظهرت للمتأخر ولم تظهر للمتقدم. وهذا في الحقيقة من أسباب الخلاف في الفقه نفسه. أبو حنيفة أحيانا لا يصل الحديث فيقول بالاجتهاد، لأنه أول الأئمة الأربعة من حيث الترتيب الزمني، مولود سنة 70 يعني أدرك أواخر عهد التابعين، ومات سنة 150. جاء بعده مالك فاطلع على ما لم، وبعده الشافعي، وبعده أحمد، وأيضا كان مالك في دار الهجرة لما أبو حنيفة كان في الكوفة. إذن هذه أسباب، وقف مالك على ما لم يقف عليه أبو حنيفة، وقف الشافعي وأحمد على ما لم يقف عليه أبو حنيفة ومالك، فحصل الاختلاف في الفقه بناء أيضا على هذه المسألة. ولهذا هذا الكلام من ابن الصلاح ما وجدناه في كتابه كتاب أبي داود مذكورا مطلقا، يعني سكت عنه، وليس في واحد من الصحيحين، لأنه وجوده في واحد من الصحيحين سيغنينا عن يعني تكلف النظر فيه، لأن الأمة أجمعت على تلقي الصحيحين بالقبول. فلما تجد حيث عند أبي داود أو غيره من المصنفات في السنن وغيرها هو أصله في البخاري ومسلم، فأنت تعمل بما في البخاري. لكن إذا لم يكن في أحد الصحيحين وسكت عنه أبو داود، فبناء على ما روي عنه من قوله وما سكت عنه فهو حسن، عمل ابن الصلاح بهذا، قال ما لم يكن يعني نص على صحة أحد فهو حسن عند أبي داود. هذا كلام صحيح بشرط أن يصح قول أبي داود السابق، لو كان صح قول أبي داود وما سكت عنه فهو حسن لكان كلام ابن الصلاح هذا ممكن أن نقبله. لكن في الحقيقة ابن كثير ذكره بصيغة التمريض، لأنه لا يعرف له إسنادا، لا يعرف أين قاله، وهذا صحيح. ولو كان قاله لكان أولى أن يضعه في رسالته لأهل مكة، وهذا غير صحيح. ولهذا يعني لم ينسب أو لم يصح نسبة ذلك إلى أبي داود. ومن قال فنقول يقول إن صح هذا لأبي داود. نعم، إذن سبيلنا كما قلنا أننا نرجع إلى كل حديث بذاته وندرسه بما تقتضيه الصناعة الحديثية. قلت الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام، بل والأحاديث ما ليست الأخرى. ولأبي عبد الأجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكره في سنن. فقوله وما سكت عليه فهو حسن، ما سكت عليه في سنني فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. نعم، قلت والقائل ابن كثير الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، وهذا اختلاف النسخ يعني يكون في أحيانا بعض الاختلافات، رواية من طريق فلان ورواية من طريق فلان ورواية، فتجد نسخة لأبي داود فيها لفظة ليست في نسخة أخرى لأبي، وهذا في معظم كتب السنة. ولهذا أهل العلم ينقحون هذا ويعني يقابلون بعضه ببعض، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. وش هذا؟ كيف يكون هذا؟ حتى حديث كيف يكون هذا؟ أبو داود حدث بسننه في مجالس متعددة، فروى كل ما سمع، فقد يكون في المرة الأخيرة أو الثانية أو الثالثة
أضاف في كتابه، لأنه ما زال حيا، ما زال يصنف، قد يقدم ويؤخر، والإنسان في تصنيفه يفعل هذا، فيحدث مرة متأخرة فيكون في النسخة التي رواها من سمع منه متأخرا ربما ما ليس في النسخة التي رواها من سمع منه يعني أولا، فهذا وارد وليس فيه إشكال ولا شك. إذا عرفنا هذا، عرفنا تواريخ النسخ، فيكون الاعتماد على آخر نسخة وآخر عرضة، وأحيانا لا نعرف هذا فنقول هذا في رواية فلان وهذا في رواية فلان. قال ولأبي عبيد الأجري، هذا غير الأجري المشهور صاحب كتاب الشريعة، أسئلة عنه في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد. يعني هذا الأجري سأل أبا داود أسئلة في الرجال، وهذا الكتاب موجود، وهذا أيضا فيه فائدة. ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، يعني وسكت عنها بينما ضعفها في الكتاب الآخر في سؤالاته. فقوله وما سكت عليه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط، هل هذا اصطلاح يعني لو صح عنه خاص بالسنن، لأن أبو داود له كتب أخرى غير السنن، أو مطلقا ما سكت عليه مطلقا طريقته سواء في كتاب السنن أو في غيره، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. الظاهر أن هذا لو صح عنه مقصود به في السنن، لأن رسالته إلى أهل مكة خاصة بكتاب السنن. على كل حال يعني أطال بعض أهل العلم كصاحب يعني توضيح الأفكار، أطال النظر في هذا، الكلام الكثير في هذا لا يخرجنا عما قلناه سابقا، إنه مع عدم بيان الاصطلاح من المصنف فنحن بحاجة إلى أن ندرس كل حديث على حدة بما تقتضيه الصناعة الحديثية، ولا نغتر بكونه سكت عنه أو لم يسكت عنه. نعم. كتاب المصابيح للبغوي، قال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهم، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشبههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. يعني من مظنة أيضا الحديث الحسن ذكر الترمذي وذكر يعني سنن أبي داود، وأيضا كتاب البغوي رحمه الله المصابيح الذي يعني جمع فيه جملة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مصابيح السنة، وهو كتاب مشهور عني العلماء بيعني شرحه اللي اتخذ منه مشكات المصابيح الشيخ الألباني، يعني له تخريج له للبغوي في كتابه المصابيح اصطلاح، يقول إن الصحيح ما أخرجاه بخاري ومسلم أو أحدهما، هذا صحيح، وأن الحسن ما رأه أبو داود والترمذي وأشباههما. إذن معنى كلام البغوي في كتاب المصابيح أنك إذا وجدت كتابا قال أخرجه البخاري أو مسلم أو أخرجاه هذا صحيح، وإذا وجدت يقول رواه الترمذي أو أبو داود فهذا حسن. يقول ابن كثير هذا اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، يعني لو أجرينا هذا على الصناعة الحديثية نقول إن هذا غلط. لماذا؟ لأن رب حديث عند أبي داود والترمذي وهو في أعلى درجات الصحة، بدليل أن كثيرا من أحاديث داود موجود عند البخاري ومسلم، وقد يكون ليس عند البخاري ومسلم وهو في أعلى درجات، وقد يكون حديث عند مسلم وعند البخاري هو حديث حسن. إذن بناء على الاصطلاح الذي عرفناه من معنى الصحيح والحسن فهذا الاصطلاح غلط، ولهذا قال وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة، يعني لما في بعض الأحاديث التي ذكرها في المصابيح أحاديث منكرة، يعني ليست صحيحة ولا حسن. لكن الحقيقة ينبغي ألا ننكر على البغوي هذا. لماذا لا ننكره؟ لأنه ما قال إن هذا الاصطلاح متفق مع تقسيم الحديث الصحيح والحسن، وإنما قال هذا اصطلاح خاص به، والاصطلاحات الخاصة لا مشاحة في الاصطلاح. هو قال أنا أقصد يعني الصحيح، إذا قلت صحيح فأقصد ما هو ما أخرجه البخاري، وإذا قلت يعني رواه أبو داود أو إذا قلت حسن فأنا أقصد أنه عند أبي داود والترمذي، وبالتالي هذا اصطلاح خاص، ويجب أن نفرق بين الاصطلاح الخاص وبين الاصطلاح العام. ولهذا إذا أمكن جعل اصطلاح
أي مصنف الاصطلاح الخاص في محله ينبغي ألا نخطئه. بعض أهل العلم يقول مثلا كصاحب الجد جد الشيخ ابن تيمية صاحب كتاب منتقى الأخبار، إذا قال متفق عليه فهو يقصد به رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد، لازم يكون الثلاثة حتى يقول متفق. وإحنا عندنا الاصطلاح العام اللي متفق عليه يعني، طيب هل ننكر عليه؟ لا، هو حر في الصحيح. المهم أن يبين اصطلاح ما داء قال ما إذا قلت متفق عليه فأنا أعني البخاري ومسلم والإمام أحمد، له أن يصطلح هذا. إذن ينبغي ألا متى نقول هذا كلام غلط لو قصد الاصطلاح العام. فإذا أمكن تنزيل كلام البغوي في المصابيح على إن هذا يقصد به الصحيح وهذا يقصد به الحسن بفهمه هو، لا يقصد الاصطلاح المشهور في التفريق، حينئذ لا ينبغي الإنكار عليه. ولهذا أجاب الخطيب التاج التبريزي على اعتراض النووي بأنه لا مشاحة في الاصطلاح. وقال الحافظ إن البغوي أيضا أراد أن يستغني بقوله حسن عن أن يقول رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي، فهو يعني كأنه يقول هذا حديث حسن ويسكت، وأنت افهم بقى أنه في البخاري وأنه في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأشباه هذه الكتب من مظنة الحسن. صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث. قال والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن إذ قد يكون شاذا أو معللا. نعم، يقول صحة الإسناد دي كلها توابع، يعني تفاريع، يعني مباحث مستقلة ألحقها المصنف بكتاب الحسن، ودي هذه فائدة الدراسة هذه السنة، وإلا مجرد تعريف الصحيح وتعريف الحسن وتعريف الضعيف ثم تعريف الموصول والمقطوع والمرسل، وهذا أنت أخذته، يفترض أنك الآن بتراجعه ثم تزيد عليه بعض الفوائد التي ينبغي أن تقف يعني عندها حتى تنمو الملكة. والشيخ أحمد شاكر يضع لك العنوان حتى ييسر لك أيضا خلاصة البحث. صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث، يعني لو قلنا هذا إسناده صحيح لا يلزم. كيف لا يلزم؟ لأنه ممكن الإسناد صحيح، ومعنى أن الإسناد صحيح معناها أن رويه عدل ضابط. ولهذا لما نظرنا في كل راوي من سلسلة السند قلنا والله صحيح ورواه عن مثله وإلى منتهاه، لكن قضية هل في شذوذ أو ما في شذوذ، هل هناك علة قادحة؟ هذه العلة ليس لها علاقة بأصل الحديث، قد يكون الإسناد صحيحا وفيه علة قادحة تقدح فيه لا يعرفها إلا يعني أصحاب الفن وأرباب الصناعة، فأحيانا لا يقف عليها المحدث وفي نفس الوقت يشك أنه قد يكون فيها حاجة لكنه يرى الإسناد صحيحا، فلا يسعى أن يقول الإسناد ضعيف، هو صحيح وفي نفس الوقت في نفسه شيء لم يرتقي هذا الشيء إلى أنه يجزم أن يقول هذا الحديث غير مقبول لأنه أمامه، وفي نفس الوقت هو في نفسه شيء، حينئذ يقول يعدل عن قول حديث صحيح إلى قول صحيح الإسناد. يقول لك الإسناد ده أنا شايفه مو صحيح ما أقدرش أتكلم عليه، لكن مش لا يوجد أن يطلق إن الحديث صحيح. ولهذا قال والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن. ليس كل متن رأينا له إسنادا صحيحا أو حسنا نجزم بصحة الحديث المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال إذ قد يكون شاذا أو معللا. ومثال ذلك مثلا حديث الترمذي الذي رواه من طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن ابنه عن أبي هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا يعني الحديث حديث مشهور، حديث كفارة المجلس، وهذا الحديث عند الترمذي. لما تنظر لهذا الإسناد تقول سبحان الله بن جريج جبل، موسى بن عقبة عدل ضابط، سهيل بن أبي صالح عدل، أبو هريرة صحابي، فتدرس السند تجد أن كلهم عدول وثقات، وأنه يقول عن فلان عن فلان يبقى السند ظاهره الاتصال إلى منتهى. لكن في الحقيقة أنه لا يعرف لموسى بن عقبة سماع من سهيل بن أبي صالح،
إذن هناك في الحقيقة هنا انقطاع، ولهذا رواية الترمذي لهذا الحديث غير صحيح، مع أن هذا الحديث أصله فين؟ في البخاري، هذا آخر حديث صحيح البخاري، آخر حديث في صحيح، زي مكتب حديثنا من عمله بالنيات أو الحديث، هذا آخر حديث، فالحديث صحيح لكن ليس بهذا الإسناد. ولذلك المحدث لما يقف على مثل هذا يشك، يقول الله أنا هو موسى بن عقبة له سماع من سهيل بن أبي صالح، أنا لا أعرف له سماع، مع أن الظاهر هنا طبعا لن يقول هنا سمعته، قد يقول بالعنعنة ويكون هناك يعني تدليس أو نحو ذلك، قد يكون انقطاع بأي سبب أو بأي وجه من الوجوه، قد تكون العلة في غير الانقطاع. على كل حال هذا السر في أن بعض العلماء المحدثين الجهبذة أحيانا يقول هذا إسناده ويعدل عن قوله صحيح، لأنه لو قال صحيح فهو مطمئن، وقد يقول إسناده صحيح وهو متوقف، ولهذا لا يلزم من قول إسناده صحيح أن يكون في ذاته صحيح، مع أن اللي عليه العمل الذي جرى عليه العمل أن هذه الكلمة لو صدرت من الكبار تجد يعني إماما من الأئمة المحدثين قال هذا إسناده صحيح أننا نحمله على الصحة، لأنه هذا من أهل الفن من الكبراء، لكن إذا عند الدراسة نتوقف عند هذا، ما الذي جعله يعدل من قوله صحيح إلى إسناده صحيح؟ ولهذا المبتدئ يكثر من هذا، لأن المبتدئ ليس عنده نفس، المبتدئ حين يبدأ في دراسة الأسانيد ويبدأ في يعني التدرب على النظر في يعني الرجال ودراسة الأسانيد ينبغي له أن يقول إسناده ولا يطلق، لأنه ما اطلع على كثير من يقول إسناده صحيح، لأنه ليس عنده نفس الدراية ونفس الخبرة ونفس الدربة. قال الترمذي حسن صحيح، قال وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. قلت هذا يرد أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومنهم من يقول هو حسن باعتبار بل صحيح باعتبار السند، وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك، والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة، أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن الصحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحض أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم. هذه مسألة مشكلة، لأن احنا عرفنا أن الحديث الصحيح تعريفه كذا والحديث الحسن تعريفه كذا، فالحديث المقبول لا يخلو إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا، والحسن أنزل في الرتبة من الصحيح، فما كان صحيحا فهو أعلى من الحسن، وما كان حسنا فهو دون الصحيح. ثم يفاجئ قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، طيب كيف يكون حسن؟ إن كان حسن لا يكون صحيح، كان صحيحا لا يكون حسنا، هذا وجه الإشكال. قال وأما قول الترمذي هذا حسن حديث حسن صحيح فمشكل، لما تقدم من الفهم، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، لأن الحسن قاصر عن رتبة الصحيح، فكيف نجمع إثبات القصور ونفيه في وقت واحد؟ ولهذا العلماء بحثوا في وجه قول الترمذي حسن صحيح، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح، بعضهم قال طب ما عنده إسنادين، له إسناد حسن وإسناد صحيح، فقال حسن صحيح. قلت يعني كلام، ودائما يقول قال يعني ابن الصلاح، وقلت ابن كثير يعني تعقيب، قال هذا يرد أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب، طب ما كلمة غريب دي لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يبقى ما ينفعش كله إسنادين، ولك حسن صحيح غريب، وقد عرفنا بالغريب كما درست سابقا وسيأتي في بابه إن الغريب الحديث الفرد الذي ليس له إلا إسناد واحد، إذن هذا المعنى
لا يتصور، لأنه قال لا يعرفه، لا نعرفه إلا من هذا. إذن في استشكال جمع الترمذي بين الحسن والصحة في قول هذا حيث حسن صحيح، من أهل العلم من اعتبر هذا المقصود به أنه بإسنادين، إسناد صحيح وإسناد حسن، وهذا قال الكثير من يرده أنه قد يكون ليس له إلا رواية واحد. طيب منهم قال ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن، تفسير آخر، وصحيح باعتبار الإسناد، يعني الحسن يقصد بحسن المتن والصحة صحة الإسناد. قال وفي هذا نظر أيضا رد هذا التفسير الثاني، فإنه يقول ذلك في حديث مروية في صفة جهنم، كيف نقول هذا يعني حسن من حيث المتن وهو في صفة جهنم، أو في الحدود والقصاص، ومسائل الحدود والقصاص يعني لا يقال فيها، وإنما هذه يعني حدود الله سبحانه وتعالى، وكأنه رد القولين. ثم أخذ يذكر في القول الذي اختاره ابن كثير في معنى جمع الترمذي بين الحسن والصحة، قال والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، يعني يكون بين الحسن والصحيح، يعني ما وصل لدرجة لكنه أيضا فوق درجة، فيقول حسن صحيح. فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن. ولهذا جمع الكلام هذا الحافظ ابن حجر، درست السنة فاتت النخبة ولا درست التيسير؟ طيب الحافظ في النخبة بيقول إيه؟ فإن جمع، يعني إذا جمع ابن الترمذي بين الحسن والصحيح فللتردد في الناقل، للتردد يعني حسن أو صحيح، فللتردد في الناقل حيث التفرد، يعني لما يكون من وجه من رواية واحدة، وإلا فباعتبار إسنادي، يعني إذا كان له أكثر من إسناد فباعتبار إسنادي. والحقيقة أن كل هذه الأقوال لا نملك أن يعني نصحح قولا واحدا فيه، وهذه مسألة مهمة جدا، إن مهم في الأقوال اللي فيها اختلاف من الذي يحسم هذا الخلاف؟ مين؟ المصنف أحسنت، صاحب يعني يبين لنا اصطلاحه. فالمصنف إذا فعل شيئا ولم يبين اصطلاحه يبقى كل الاجتهادات يرد عليها ما يضحضها. ولذلك المبارك فوري في شرح الترمذي سرد أقوالا كثيرة في، لأن المبارك فوري معني بكتاب يعني سنن الترمذي في كتابه تحفة الأحواز المعروف، وما من قول من هذه الأقوال ذكره إلا ويناقضه يعني أمثلة من جامع الترمذي نفسه. ولهذا الصحيح الذي استقر عليه المحققون أنه لا تطمئن النفس إلى شيء من هذه الأقوال بحيث نطلقه، وإنما يعني ماذا نفعل كما قلنا قبل قليل؟ نحكم على الإسناد نفسه الذي بين أيدينا، الذي قال فيه الترمذي هذا حسن صحيح أو غريب أو ما قال، بما تقتضيه الصناعة الحديثية، وعذرنا في عدم قبول أي يعني إطلاق مما ذكره حتى ابن حجر نفسه، فضلا عن يعني ما نقله عن يعني كلام ابن الصلاح أو ابن كثير وما اختاره ابن كثير نفسه. عذرنا أن المصنف لم يبين اصطلاحه، الترمذي لم يبين اصطلاحه، فنحن يعني ننظر في الإسناد بذاته. وهذا طبعا لا ينفي أن نقول أن نتفقه ونتأمل ما الذي قصده الترمذي، يعني العلماء لما تقول قصد كذا لا مشحفه، لكن أن نجزم بشيء من هذا لا، نخرج من هذا الإشكال بأن ندرس الإسناد ونحكم عليه، لأن الترمذي ما بين اصطلاحه، لم يجزم ماذا يعني حين يقول هذا حسن صحيح فيجمع بين الصحة وبين الحسن. النوع الثالث الحديث الضعيف، قال وكان لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم، ثم تكلم على تعدده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم الجنس إلى الموضوع والمطلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعرض وغير ذلك. نعم. الآن إحنا إذا انتهينا من الحسن والصحيح يبقى في الحقيقة
وان كنا احنا لم ناخذ كم سطر من او كم صفحه، لكن في الحقيقه اذا هضمت الحسن والصحيح فقد قطعت شوطا يعني كبيرا في هذا الباب، وصار لك يعني امكانيه في ان تنفتح شهيتك على هذا العلم، وان تعرف كيف يكون لك مشاركه في هذا الباب، وان تحرص على التمييز بين الصحيح والضعيف، وان تقرا سواء في كتب المصطلح او في كتب يعني التخريج، وان تعنى بهذا الامر. الشهيه اتفتحت الان. حاصل ما تقدم معنا ان هناك الان عندنا صفات للقبول، قبول هو اعم من الصح، بحيث يشمل الصحيح ويشمل الحسن. هناخدها منين؟ هناخدها من صفات الحديث الصحيح، وهنزود عليها شرط كمان. زمان احنا ثلاثه يعني ثبوتيه واثنين سلبيه، الحيث المتصل يعني اتصال السند بنقل العدل يعني عداله الرواه، الضابط ضبط الرواه، دي ثلاث احاديث ثلاث صفات ايه ثبوتيه، ولا يكون شاذا ولا معللا، دي صفتين وهنزود عليهم عشان الحديث الحسن. هنزود الايه مساله وجود العاضد عند الاحتياج، يعني وجود العاضد يعني المتابعه او الشاهد يعني الطريق الاخر الذي يعضد الطريق الاول عند الحاجه اليه، عندنا حديث في ضعف ينجبر. طب كيف ينجبر؟ هو بذاته لا ينجبر لكن يجبره غيره. فنزيد على الصفات الخمسه في الحديث الصحيح صفه وجود العاضد عند الاحتياج، وهذا مقصود به الحديث الحسن لغيره. هذه صفات القبول السته. كأنه يريد أن يقول في كل ما سيأتي من بقية الكتاب أنه إذا اختلت هذه الصفات الست للقبول خرجنا من الحديث المقبول بشقيه الصحيح والحسن، ودخلنا في أنواع كثيرة على حسب الشرط المفقود. فممكن هذا الشرط المفقود يعني مثلا المتصل إسناده، إذا لم يكن اتصال السند هندخل بقى في المعضل، وهندخل في المنقطع، وهندخل في المرسل، قسم متعلق بفقد هذا الشرط. وإذا فقدنا شرط مثلا العدالة هندخل أيضا في أنواع كثيرة كلها سندرسها، لكن هذا القدر الذي درسته سوف يعينك على تفهم بقية الكلام. ولهذا قال يعني الحديث الضعيف. قال ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم، يعني كل حديث لم تجد فيه صفات الصحيح ولا الحسن ثم الست صفات المذكورة، إذا نزلنا عن المقبول إلى غير المقبول. ثم غير المقبول هذا دركات، كما أن الحديث المقبول درجات بعضها أعلى من بعض. قلنا الحديث الصحيح لذاته غير الصحيح لغيره أعلى منه، وأن الصحيح لغيره أعلى من الحسن لذاته، وأن الحسن لذاته أعلى من الحسن، إذن هي درجات وكله مقبول. كذلك نقول في الضعيف أن الضعيف دركات، أعلاها الضعيف فقط ونازل لحد الموضوع الذي هو أسفله. ولهذا قال ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها. قد يكون المفقود صفة واحدة من صفات الصحة، هذا أخف مما لو كان المفقود صفتين. فحديث فقد اتصال السند فقط غير حديث فقد اتصال السند وأيضا عدالة الرواة، غير حديث لا في اتصال سند ولا عدالة رواة ولا ضبط الرواة، وحتى ده في شذوذ وفي علل، يبقى المسألة يعني تختلف. فينقسم جنسه يعني جنس الضعيف اللي هو في مقابل جنس المقبول، هنا ينقسم جنسه إلى الموضوع اللي هو أدنى دركات الحديث غير المقبول، والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك، يعني بقية يعني نحو من 60 نوعا ذكرها معنا في هذا الكتاب. ما لم يجتمع في صفات الصحيح ولا صفات الحسن، هو لو اقتصر على صفات الحسن لكان أولى، لو أراد أن يختصر قال الحديث الضعيف ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن. ما رأيك لو قال ما لم يجتمع فيه صفات الحسن؟
لأنه من باب أولى إذا لم يجتمع صفات الحسن فأيضا لم يجتمع صفات الصحيح. طبعا يبحث العلماء هنا مسألة وإن كان الوقت يعني يضيق معنا، مسألة الحديث الضعيف هل يعمل به فضائل الأعمال؟ هل الحديث الضعيف كما أطلق بعض أهل العلم يعمل به في فضائل الأعمال؟ قال بهذا بعض أهل العلم، والصحيح أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا لا في فضائل الأعمال ولا في غيره. لماذا؟ لأن رب حديث قد يطلق أنه في فضائل الأعمال ويروى على هذا، ويأتي بعض أهل العلم فيستنبط منه أحكاما ويكون ظاهره في فضائل وفي أحكام، فكيف نضبط هذه؟ ثم إن العلماء الذين قالوا هذا كثير منهم قالوا هذا الكلام، هذا مر عليهم أحمد وغيره، قالوا هذا الكلام قبل أن يستقر اصطلاح الحديث الحسن، فكانوا يقصدون بالضعيف الذي لم يصل إلى درجة الصحة مع أنه حسن، فيكون ضعيف بهذا المعنى، يعني الضعف الذي ينجبر خاصة الحسن لغيره، وبالتالي لا صح أن نقول أن ننسب هذا الكلام إلى مثل الإمام أحمد وغيره، خصوصاً لأنه قبل استقرار الحديث الحسن. وأيضا بعض أهل العلم الذين ذكروا هذا ذكروا ذلك شروطا، هذه الشروط تجعل هذا الحديث في الحقيقة لا يمكن أن يكون حديثا ضعيف، ولولا الإطالة. لكن أنا ممكن أرشدك إلى بعض، أنا أظن أنه من أحسن من تكلم في هذا الشيخ الألباني في مقدمة أظن صحيح الترغيب والترهيب، وأيضا في ضعيف الجامع أو صحيح الجامع أيضا تكلم في هذا المبحث. نعم. النوع الرابع المسند، قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الخطيب هو ما اتصل إلى الانتهان، وحكى ابن عبد البر أنه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة. إذا قلنا الحديث المقبول ينقسم إلى صحيح، أو الحديث عموما ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، فنحن نقصد أن الصحيح والحسن من المقبول والضعيف غير، وما انتهت المسألة عند هنا من حيث الإجمال، ولهذا العلماء يقسمون الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. ثم بعد هذا الضعيف زي ما الحسن حسن لذاته وحسن لغيره، الضعيف أيضا يعني دركات كثيرة كما سنأتي. لكن هناك مطلق أنواع الحديث لا ترجع إلى القبول وعدم القبول، وإنما تسمية أو توصيف الحديث كهذه الأنواع القريبة التي سيشير إليها، ومنها المسند. فلما يقول النوع الرابع كأنه يقول النوع الرابع من مطلق أنواع الحديث، الآن ليس باعتبار القبول وعدم، يعني ليس باعتبار خصوص التقسيم السابق اللي هو الصحيح والحسن والضعيف، خرجنا الآن من هذا التقسيم إلى مطلق أنواع التقسيم. يعني إذا أطلقنا المسند ماذا نعني به؟ قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عند الحاكم الحديث المسند الذي يتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الخطيب ما اتصل إلى منتهى، يعني سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعين، وهذا صحيح وهذا صحيح في الحقيقة، إنه هذا له وجه وهذا له. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، يعني حتى لو كان ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان فيه انقطاع فهذا مسند، لأنهم يسندونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمشهور عند العلماء في تعاريفهم ما ذكره الحاكم رحمه الله اللي هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الحديث للمسند. وأما ما حكاه ابن عبد البر إنه المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، هذا فيه توسع وإن كان أيضا له وجه. وأما ما حكاه الخطيب والقول الثاني ما اتصل إلى منتهى، فهذا في الحقيقة سوف تراه في النوع القادم اللي هو المتصل، ما اتصل إلى منتهى هذا المتصل. فأقول أنا أروي عن ابن جريج، هذا متصل إلى ابن جريج، ويعني لا علاقة لي بما فوق ابن جريج إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. النوع الخامس المتصل ويقال له موصول أيضا، وهو
وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم وما خف عن صحابيه أو من دونه. من أنواع الحديث المطلقة الحديث المتصل أو الموصول، والمقصود بالموصول نفي عدم الوصل، يعني نفي الإرسال، والإرسال سيأتي أن التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسقط الصحابة، وينفي الانقطاع أنه في أي طبقة من الطبقات واحد يروي عمن لم يسمعه فيكون بين هذا الراوي وبين المروي عنه انقطاع، في كأن تجلس أنت وانت جالس كده وساند ظهرك تقول حدثنا شيخنا ابن القيم رحمه الله بكذا، وانت بينك وبين ابن القيم يعني متاهات ومفاوز هذا الانقطاع، يعني بل إعضال بل أعلى من كلاهما. ويشمل المرفوع يعني المتصل يقال له الموصول وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه متصل إليه، ويشمل الموقوف على الصحابي أيضا لأنه متصل إلى الصحابة أو من دونه. يعني قصره ابن الصلاح على المرفوع والموقوف فقط، يعني المتصل يشمل الموقوف ويشمل الموصول المرفوع إلى النفس والموقوف على الصحابة. ابن كثير زاد يعني أيضا أو من دونه، فإنه يدخل في أقوال التابعين، وذلك تبعا للنووي وتبعهما على ذلك جمع. والصحيح يعني عدم النزول إلى من دونه، لماذا؟ لأن أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم لا يسمونها مطلقة، لا يسمونها مسندة في حالة الإطلاق، لكن مع التقييد تقول هذا متصل إلى فلان مع التقييد، لكن لا يقولون بالإطلاق إنها متصلة. وإن وقع في كلامهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب، متصل إلى الزهري، هذا لا بأس. النكتة في ذلك لماذا يطلقون هذا، لماذا اكتفى ابن الصلاح على نسبة المتصل إلى المرفوع والموقوف ولم يقل هذا عما دون الصحابي؟ لأن دون الصحابي سيأتي معنى أن هذا بيسموه المقطوع، فكيف يكون المقطوع والمتصل هما بينهم يعني مضاد حتى في الله؟ فكيف نقول متصل ونقصد به متصل إلى التابعي مثلا، ومعروف أن المتصل إلى من دون، ومعروف أن من دون هذا يسمى مقطوعا، الموقوف على التابعي يسمى مقطوعا، وهذا كله سيأتي. واضح أن الأنواع اللي بعد الصحيح والحسن سهلة، وأن كان طبعا سيأتي بعض الأنواع في النص سوف يكون فيها بعض. إذن هذه المسألة فيها سهلة فقط حتى تعرف ما معنى الموصول ومعنى الموقوف ومعنى المتصل ومعنى المسند، وأعتقد هذا كله مما تقدم معك في التيسير. نعم. النوع السادس المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه، سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأنواع المطلقة المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه، ينبغي أن نلحق به أيضا الإيه؟ الإقرار. الإقرار أيضا في حكم المرفوع، ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم كأن يعني سكت عليه أو ابتسم أو صدق صاحبه وصدق سلمان ونحو ذلك، هذا كله مرفوع ما يضاف إلى النبي من قوله أو من فعله أو من تقريره أيضا، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. يعني لو كان متصلا فهو مرفوع لا إشكال، أو منقطعا حصل في انقطاع لكنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع من هذا الوجه، أو مرسلا أيضا، وهذا هو يعني المشهور عند عامة أهل العلم. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، يعني نفى الخطيب البغدادي أن يكون الحديث المرفوع مرسلا، يعني إذا كان مرسلا لا نسميه مرفوعا لأنه نسميه مرسل، لأن في انقطاع التابعي بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني يقول ابن حجر الظاهر أن الخطيب لم يشترط ذلك، وأن كلامه خرج مخرج الغالب، فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا نقف هنا، ويعني أنا أفيدكم فائدة الآن من الكتاب الذي أمامي، وهذه فائدة غالية أشدد عليها، إنك لا تكتب
التعليقات بالقلم الرصاص، فإنك لو كتبتها بالقلم الرصاص ومضى زمن تجدها ممسوحة، يعني التعليقات مسحت تماما لأن كتبها من يعني زمان، فالآن أنا أحتاج أن أفعل هذا حتى، وبعضها حتى لو فعلت هذا فلا بد أن يعني أمر عليها بال. وأيضا بالمناسبة لا تكتب بالحبر السائل أيضا بالتجربة، مرة تكون إيدك يعني فيها يعني بعض العرق أو تسخن شوية فتسيل عينك بالدمع وخشية الله عز وجل تلخبط التعليقات والكلام يدخل في بعض ويطير. إذن ماذا تفعل؟ اكتب التعليقات بالألم الحبر الجاف الذي يعيش ولا يتأثر، لا يمسح على طريقة الرصاص الذي مع السنوات يعني يمحي ولا يعني يؤثر فيه العرق والدموع ونحو ذلك. وهذه فائدة يعني لو كنا سمعناها لحافظ الله لنا علما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.